ذا ماستر اوف سسبنس البلس 90. احنا ملوك الدقايق الاخيره عزيزي، معلش عزيزي زملكاوي، سهرناكم معانا النهارده يا راجل. كان نفسك تحفل عليا بعد ماتش الانتاج، فعشان اتغلب من الانتاج يا راجل، ما وصلتش معاه للدرجات دي. وبعدين الحمد لله رب العالمين، اللي قبلنا كان بيقول لك ايه يا صاحبي، لا تحظ ولا فضل شطاره، واحنا الحمد لله رب العالمين مع هذا الموسيماني احنا مش ماشيين غير بإرادة الحظ ده، وعوضت سهيل وان شاء الله باذن الله هتسلك لوحدها وسيبها ماشيه زي ما هي ماشيه. ما تتكلمش في تكتيك ولا تتكلم في تغييرات ولا تتكلم في اي حاجه خالص، طالما بنكسب يبقى الحياه حلوه والدنيا لذوذه وفرفوشه جدا. كنا بنحلم بافريقيا جبنا 2. اوعى تنتقد موسيماني، بيعقوا ما بيعرفش يغير، ما بيقراش الخصوم، عنده مشكله كبيره جدا في طريقه اللعب، ملناش دعوه. المهم ايه اللي بيحصل؟ بنطلع واخدين الثلاث نقط او بنطلع واخدين البطوله اللي بنشارك فيها، ده اللي احنا عايزينه. بس في احيان كده بيكون هتتشل وتتفرج على المباراه، يعني مش عارف الدنيا بالنسبه لك رايحه فين. يعني مثلا بنلعب اخر فرقه في الجدول بديم مروان محسن وجونيور اجي وكهرباء، ده الثلاثي كفيل ان هو حرفيا يجيب لك يعني مشاكل انجابيه كتير ومشاكل صحيه كتير. يعني فتخيل الثلاثه دول موجودين اساسيين جوه الملعب، اللي هو في الحاد بيحصل بس عادي، احنا متفقين جدا ان في ضحك كتير هنشوفه، بس عادي يا معلم، في عقم هجومي، في مشاكل كتيره جدا، بس الحمد لله حارس الانتاج احمد يحيى عمل ضربه جزاء غبيه جدا على مروان محسن في عز ما احنا بنحنكش، على معلول بيخش بيحط الهدف الاول. ماتش رخم بارد مستنينه يخلص، الشوط الاول قلب، قلنا الحمد لله هنخش بقى نجيب الثاني والثالث، احنا بتوع الشوط الثاني اساسا، وهينزل لهم محمد شريف وهينزل حسين الشحات وولتر بواليا، ما عندناش غيرهم موجودين على الدكه، لا مؤاخذه مش هيفكر ينزل محمود وحيد او اي حاجه ثاني. دخلنا الشوط الثاني هدف تعادل ايه من انتاج حربي، يعني جه ازاي الجون ده ازاي؟ يعني جه ازاي؟ ما انا قلت لك ان الفيديو اللي فات ان محمد الشناوي فارق معانا، بس مش لدرجه ان الراجل حب في الدقيقه علي لطفي، يعني صعبه جدا الكره في الدقيقه وعلي لطفي تطلع عادي، والله والله بتطلع عادي يا جماعه، بس معلش حارس المرمى بتاعنا الاساسي في الاولمبيات وكده كده هنتغلب ماتش استراليا وهيرجع لنا وهنلحق احنا قبل ما الدوري ما يروح. لبسنا الهدف الاول عادي ما عندناش اي مشكله. الهدف الثاني بدري بنون وعلي لطفي، اطلع ولا ما اطلعش؟ طب بدر ما تمسك انت محمود البدري، طب بدر ما تعمل، وفي الاخر البدري جاب جون علشان خاطر نشتغل نغمه اضرب يا بدري، ونقعد بقى طول الوقت قاعدين نحنكش ونبدا تغييرات. يجي كالعاده ايمن غير، ياسر ابراهيم ينزل، طب انا عندي انذار، غير يا مغير يا ايمن، مش هنقعد نسال بعض كتير. بعد كده والتر، بعد كده حسين، بعد كده محمد شريف، يلا يا جماعه بقى نزلت كل اللي عندي وروني اي حاجه. في حنكشه مفيش فرص، لحد ما ربنا بيوفق حسين الشحات وبيستلم واحده من عمرو السوليه وبيقدر يسجل الهدف الثاني. قلنا خلاص تعادل تعادل، راضيين الحمد لله، شكلنا جوه الملعب كده ما بيقولش ان احنا ممكن نجيب هدف ثالث. بس اليو ديانج كان ليه راي ثاني خالص، بينزل ياخد الكوره من خط الظهر وبيروح بيها، بياخد مشوار طويل جدا وبيباص لعلي معلول اللي بيرفع كروس بيخطا في تقديره. احمد يحيى وبيخش والتر بواليا يسجل الهدف الاهم ليه، يساعد موسم النادي الاهلي. الحمد لله يا راجل، تخيل احنا نطلع في اخر السنه احنا خدنا الدوري ده بجون والتر بواليا، زي جون جيرالدو في الداخليه كده. تخيل عزيزي ان احنا الافارقه اللي عندنا كلهم هيسس بس بيجيبوا جون كده ناخد بدوري. انا عايز منك حاجه تانية خالص، تغور في 60 ده بعد الموسم ما يخلص تغور، ومروان محسن تاخده في ايدك كده طالع الجيش وتقول لهم ابوس ايديكم مش عايزين اشوف ام الملعب تاني، ينطلق. بس الحمد لله الحمد لله الحمد لله، والله يعني عملنا كل حاجه في المباراه ممكن تتخيلها، سيناريو مجنون وحصل، وهبدو هبدنا وبدر بانون قرر ان هو يخربها وعادي مفيش مشكله، علي لطفي خربها في الهدفين عادي مفيش مشكله، بس الحمد لله طلع كسبان. هتقول لي ازاي؟ اقول لك عزيزي محدش بيفكر فيها كتير، المهم بالنسبه لاي مشجع لاي نادي ان هو يطلع كسبان. الشكل عامل ازاي؟ ماليش فيه، الفرقه بتعك ما تعك، مفيش طريقه لعب، مفيش طريقه لعب، مفيش روح ولا حماس في اغلب الوقت، مفيش، الراجل بيديني شويه دقائق كده وبطلع كسبان المباراه. عايز اي حاجه تاني؟ لا، هنقعد بقى نركز في شكل تكتيكي ورسم، هنطلع عن الراجل حمار، وطالما الراجل بيكسب ناس كتيره جدا لما تطلعه حمار هيقول لك لا ده انت اللي حمار، يبقى ليه عايزين نجيب الشتيمه والتهزيل لنفسنا؟ مش كسبنا؟ يبقى الراجل مدير فني كويس وبيعرف يغير وتغيراته فرقت مع الفرقه، قال يعني كان موجود ناس تانيه على الدكه غير اللي هو نزلهم، بس احنا في مصر عزيزي، طالما كسبنا يبقى موسيمانا عبقري، صح ولا لا؟ لو صح يا اسطى معلش اعمل لايك للفيديو، لو مش صح فاعمل سبسكرايب، غير كده لن اكبر منك اي حاجه، طالما انت اهلاوي، الحمد لله كسبنا صاحبي، فلازم تعمل واجب معايا.